أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: يوجد بعض النساء والعياذ بالله تفتن بالنظر إلى بعض النساء، وربما جر ذلك إلى عشقها، فهل يجب عليهن والحالة هذه غض البصر؟ ما في شك، هذا بنص القرآن: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. كل ما فيه فتنة من النظر إلى الرجال أو النساء يجب عليها أن تغض بصرها عنه. وقد ذكر أنه في الوقت الأخير الآن صار بين النساء عشق وبين البنات عشق، وهذا مما أخبر به صلى الله عليه وسلم، أنه في آخر الزمان يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ويفشو السحاق بين النساء، وهذا نتيجة اختلاط النساء بعضهن ببعض، كثرة الخروج، كثرة هذه النتائج. نعم.